الفقرة الأخيرة. نشعر ونحن نتهيأ لسماع الفقرة الأخيرة من أمسيتنا بأننا ذاهبون إلى لحظة شوق في التماهي مع اللحن والنغم، إلى الحياة الأجمل مع الفنانين زياد نصر وعلي الأتات. الفنان زياد نصر من مواليد مدينة بيروت، نشأ في بيئة عائلية فنية بامتياز. منذ نعومة أظفاره علم نفسه بنفسه العزف على آلة العود والجيتار وفن الغناء. أبقى على حبه هذا كهواية، ومن خلالها ينشر، يدعو ويبشر بفرح الموسيقى وروعة الفنون. عصر نجاحات وانطلاقات وانتشار كبار الأسماء من الملحنين والمطربين والشعراء والموسيقيين. لبى دعوة صالون الفن بالانضمام إليه سنة 2017 كفنان وكعضو في مجلس إدارته. يأخذنا على مركب الغناء، يتهادى بنا فوق المويجات الهادئة، تنطلق البلابل حوله مرفرفة من وكناتها وأغصان أشجارها. الفنان علي الأتات من مواليد بيروت، ينتمي لعائلة فنية، وهو عضو في نقابة الموسيقيين اللبنانيين منذ سنة 1980. شارك وما يزال مستمرا في العديد من النشاطات الفنية. انضم لصالون الفن في العام الحالي. يرافقنا الفنان الآن في العزف على آلة الرق. أهلا وسهلا بالفنانين زياد نصر وعلي الأتات، تفضلا. لازم نحط العود من الأول هون مع الشباب، يعني بناسب الشعر والأجواء. كان لازم أنا بشكر الجميع على حضورهم بهاي الظروف الطقسية الصعبة جدا. بتشكركم على الحضور، هذا شيء يقدر. طبعا يعني
Oh,